اللي انتوا شايفينه في الصورة ده اسمه كلايتون مص، قضى من عمره 6 شهور في الحمام لما كان عمره 6 سنين. 6 شهور في الحمام شاف فيهم أشد أنواع العذاب من أقرب الناس ليه واللي مفروض أنه يكون أرحم الناس به. قصته ولا أفلام الرعب الأمريكية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة. أنا ربيع فرج المحامي. في برنامج المحاكمة بنتناول الكثير من الجرائم والحوادث والقضايا الاجتماعية بهدف الاستفادة من تجارب الآخرين. لو بتشوفنا الأول مرة على اليوتيوب يشرفني عمل متابعة للقناة وتفعيل الجرس علشان يجيلك إشعار بكل حلقاتنا اليومية. بنتناول الكثير جدا من الجرائم، منها اللي بتتعب في الحقيقة لأن بتكون فصولها مأساوية، خصوصا اللي بترتكب في حق الأطفال، ولكن في جريمة النهاردة كانت فصولها فوق الاحتمال. قصة زواج عادية بتربط شخص اسمه جوزيف موس في ولاية إنديانا الأمريكية، بعد فترة صغيرة من العيشة معاه في مقطورة متحركة بتنجب طفل بتسميه كلايتون. بعد فترة صغيرة بتسيب الطفل وتسيب أبوه وبتخرج إلى غير رجعة، محدش عارف هي سابتهم وراحت فين. بعد فترة صغيرة من رعاية الأب جوزيف للطفل كلايتون بتكون الرعاية بشكل طبيعي، وبيقول إن احنا كنا عايشين أبويا بيرعاني وبياخد باله مني كويس جدا، لغاية المرحلة الفارقة والمفاجأة في قصة النهاردة لما الأب بيقرر إنه يرتبط بإنسانة اسمها كارمن. كارمن كان عندها طفلة مراهقة عندها حوالي 13-14 سنة. بعد فترة صغيرة جدا الطفل بيقول بدأت معاملة أبويا تتحول 180 درجة بتحريض من مراته، ما كانتش بتحبني بشكل غريب وبشكل مبالغ فيه، وكانت دائمة الإهانة ليا، وبدأ ده يتحول منها إلى أبويا، وبدأ أبويا يعذبني ويشتمني ويعاملني معاملة سيئة جدا. وصلت المعاملة السيئة من بعد تحريض زوجة الأب إنه هو ومراته حبسوا الطفل في مكان مترين في مترين جوه حمام في المقطورة دي. ما اكتفوش بس بده، ولكن ربطوا الطفل بسلك كهرباء وكمان بسلاسل، وكتفوا الطفل ده تكتيفة ما فيش اي مجرم حتى يقدر يهرب منها. بيقول الطفل انا عشت حوالي من 3-6 شهور في المكان ده محبوس، مش عايز اقول كم القرف من رائحة البول والبراز اللي كان موجود في المكان ده، الرائحة العفنة. كانوا بيدخلوا عليا في الحمام، أبويا بيقف يتبول عليا وعلى جسمي ويخرج. أنا اتحبست وأنا مربوط لأيام لدرجة إني حبيت أعمل حمام ما قدرتش، فعملت الحمام جوه هدومي، لدرجة إنه رائحة العفن اللي خرجت من البراز كانت بتخنقني. كان اللي بيحصل ده محل سخرية من مرات الأب والأب، لدرجة ان هما كانوا بيصوروه وهو عامل حمام على نفسه ويبتدوا يسخروا منه ويتريقوا عليه. ما اكتفوش بكده، ولكن في مرة من المرات زي ما هو بيقول جابوا سائل تنظيف الصحون وحطوا السائل ده في بق كلايتون، لدرجة انه بيقول طعم السائل ده كان بيصيبني بحرقان شديد جدا في معدتي وفي جسمي. ما بين سلسلة التعذيب كان ملاك الرحمة في القصة دي، لا هي اللي هي زوجة الأب ولا الأب، ولكن الطفلة المراهقة اللي كان سنها 14 سنة كان بيصعب عليها الطفل المعاقب بلا ذنب، وكانت بتستغل فرصة انه أمها وزوج أمها خرجوا، وكانت بتفك الطفل وتحاول تنظف له، لدرجة ان الجروح اللي جت في جسم كلايتون من السلاسل اللي كانت مربوطة حواليه كانت بتعمل له جروح صعبة جدا، كانت بتحاول ان هي تعالجها وتحط عليها اي شيء. يا ترى دي كانت نهاية الطفل؟ بالعكس، ده في مفاجأة هتحصل في نهاية قصة كلايتون، لان هيتحول في النهاية الى بطل قومي من بعد ما الطفلة دي بتتعب من العيشة دي و
بتقرف من المشهد اللي هي شايفاه بالنسبة للطفل ده ومن ظلم أمها وزوج أمها لابنهم، فبتتعب جدا وبتهرب. هربت الطفلة وخرجت من ولاية انديانا، وصلت إلى ولاية كنتاكي. طبعا طفلة قاصر عندها 14 سنة، في شخص بيقول ان هو بيشتبه فيها مرتاب منها، فبيبلغ الشرطة ان في طفلة ماشية في الشارع لوحدها ونايمة على الأرصفة، ويعني شاكك ان البنت دي ممكن تكون حرامية او هربانة من اهلها. فبيجي رجل امن اسمه تود بات، والرجل ده هو بطل من ابطال القصة. سمع البنت، حكيت له على اللي هي هربانة منه، وحكيت له على اللي بيحصل للطفل كلايتون. الراجل ما صدقهاش في البداية، ولكن بدأ يفكر في كلامها، لأن كلامها ليه هي هتألف القصة الرهيبة دي. فبدأ يتصل بالجهات المعنية في ولاية انديانا، بعت ليه رجل من الجهاز الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية هناك. راح الراجل واتصل بيه، قال له الأمور على ما يرام، عندهم طفل وعايشين عيشة طبيعية ومفيش فيها أي مشكلة ولا حاجة. ولكن الضابط اللي اسمه تود برضو الموضوع ما دخلش دماغه، وفضل محتفظ بالبنت لغاية ما اتصل بأمها وبجوزيف وقال لهم تعالوا علشان تستلموا البنت دي، لأن مش هنقدر نسيبها ترجع لكم ولا نبعتها. بالفعل نجح إنه يجيب جوزيف ويجيب مراته ويجيب الطفل كلايتون، لأن بالتأكيد مش هيسيبوه لوحده. فوصل الطفل لغاية هناك، وهنا كانت فرصة ضابط بات. الراجل قعد مع الطفل، أول ما شافه لقى الطفل جسمه ضعيف وفي آثار مش طبيعية في الطفل، تصرفات الطفل مش طبيعية. فأخد الطفل وحاول يتكلم معاه على جنب، وحاول يلهي جوزيف ومراته مع البنت، وبدأ يسأل الولد، قال له أجيب لك حاجة تأكلها، فجاب له بسكوت وزبدة، واكتشف أن الطفل بيأكل زي المحروم، زي المجنون، زي اللي ما كلش في حياته قبل كده. فقال له على فكرة بابا جوزيف قال لي على موضوع الخزانة أو الأوضة المتر في متر اللي جوه الحمام. قال له فعلا هو قالك عليها؟ قال له احكي لي بقى عليها. فبدأ الطفل منهار يحكي عن الأحاسيس الرهيبة جدا، إن هم كانوا بيتبولوا فوق، وإنه كان بيعمل حمام على نفسه، وإن كانوا بيربطوه بأسلاك، وكانوا بيمنعوه من الأكل وبيدوله فضلات الطعام لأسابيع، كانوش بيخرجوه من المكان ده. حكى على الجروح اللي كانت في جسمه اللي كانت بتعذبه. الطفل في وسط ده كان مندهش جدا وبيقول انا مش عارف هم بيعملوا معايا كده ليه، انا ما عملتش اي شيء غلط. طبعا من بعد اعترافات الطفل بيتم الحكم على جوزيف وعلى كارمن بالسجن 4 سنوات ونص، وبيبتدي الطفل ده يبقى صورته موجودة على كل أغلفة المجلات، لدرجة إن عمة أمه اللي هي سابته ومشيت، كانت ست كويسة جدا وما كانتش تعرف أي حاجة عن الموضوع ده، فقررت إن هي تتبنى الطفل، كانت تعرفه. أخذت الطفل وحاولت إن هي ترجعه للحياة مرة تانية، حاولت إن هي تعمله حالة من الاندماج في المجتمع. سنة 2011 كان الطفل كلايتون وهو عنده 19 سنة، العالم كله بيتفرج عليه لما استضافته المذيعة المشهورة جدا أوبرا وينفري، واتكلمت عن البطل اللي عانى لمدة 6 شهور من أشد أنواع العذاب جوه حمام، وبتقوله وبتسأله عن أحاسيسه عن الفترة دي، فبيقول إن أنا بحاول أتخلص منها، كان ممكن التجربة اللي أنا مريت بيها تخليني مجرم أو مدمن مخدرات، ولكني بحاول إن أنا أكون إنسان كويس جدا، وإنه التجربة اللي أنا مريت بيها تأثر في حياتي تأثير إيجابي. الآن هو نجم، ولكن نجم إيجابي وفاعل في المجتمع. كان ممكن تجربة الأب السيء والأم أو مرات الأب السيئة والأم كمان السيئة كانت كفيلة إنها تدمر طفل زي ما ملايين الأطفال اتدمروا، ولكن قصة الطفل كلايتون أصبحت ملهمة لكتير من اللي بيمروا بتجارب سلبية في الحياة. أتمنى إن قصة النهاردة تكون برضو ملهمة لكتير جدا من السادة المتابعين. أرجوكم انشروا قصة كلايتون على قد ما تقدروا على كل المواقع، على كل الصفحات، على كل الجروبات، لعلها تكون تجربة ملهمة وتجربة إيجابية، وتكون درس لأي حد بيعذب طفل أو بيهين طفل بلا أي ذنب. أشكركم
وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة. دمتم بخير، مع السلامة.